تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، انطلقت صباح اليوم أعمال قمة إدارة الطوارئ والأزمات أبوظبي 2023 التي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتستمر على مدار يومين. وتشمل القمة العديد من الجلسات وورش العمل بمشاركة أكثر من 20 من كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات. حضور لافت شهدته قمة إدارة الطوارئ والأزمات أبوظبي 2023 في يومها الأول، محاضرات وورش ومواضيع منوعة تسلط الضوء على أبرز التحديات والتوجهات العالمية في مجال الطوارئ والأزمات واستشراف مستقبلها. وهنا نسلط الضوء على أهم المحاور التي تستضيفها القمة عبر جلسة عنوانها المخاطر العابرة للحدود، ناقش خلالها الخبراء وأهل الاختصاص أبرز تحديات هذا العصر، مؤكدين على صعوبة تخطيها دون التعاون لتعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود. طبعا المخاطر العابرة للحدود اليوم احنا كنقصد اللي هي الهجمات السبرانية والمواد الخطرة البيولوجية والكيمياء الإشعاعية اللي ممكن إذا نشأت في دولة معينة ممكن أنها تبعاتها أو آثارها المباشرة أو غير المباشرة أنها ممكن تعبر حدود دول أخرى وتصل إلى حتى إلى قارات أخرى. عندنا اليوم تمارين مشتركة، عندنا ورش عمل، عندنا مؤتمرات، عندنا قمة مثل هذه القمة. نحاول اليوم أن احنا نتبادل الخبرات، نحاول اليوم أن احنا نزيد من العلاقات ونعطيها أكثر ثقة. النموذج الإماراتي في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كان حاضرا وبقوة ضمن نقاشات الورشة، وذلك لما قدمته دولة الإمارات من نموذج يحتذى به عالميا في التعامل مع الأزمات، واستطاعت من خلال البنية التحتية القوية التي تمتلكها أنظمة الدولة أن تحول تلك التحديات إلى فرص وإنجازات متلاحقة، أبرزها النجاح الكبير في أزمة كوفيد-19. الأزمات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم والنماذج الحمد لله اللي خرجت بها من دروس مستفادة تدرس اليوم في كثير من الجهات والدول. أيضا في ذلك جائحة كورونا أثبتت أهمية الحمد لله اليوم تكاتف وتعاون جميع هذه الجهات، أهمية أن تكون هنالك معايير بالإضافة إلى تعاون بين جميع الجهات داخلية وأيضا دولية وخارجية وأيضا قطاع عام لبناء هذا المجتمع الطوارئ، هذا الإيكو سيستم اللي نحن دائما نصبو إليه، والحمد لله اللي وضعنا فيه أيضا نماذج مهمة وتعاون أيضا مهم مع كثير من الدول. تأتي قمة إدارة الطوارئ والأزمات أبوظبي 2023 للمساهمة في إيجاد وفتح قنوات محلية ودولية أكثر جاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تأمين المجتمعات والحفاظ على مصادر قوتها لهذا الجيل وأجيال المستقبل.